بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل بعد شركة كريازي من الشركات اللي عاملة موديلات كتير. جت عملت موديل ثرموستات ديجيتال، بيتقال عليه في السوق ثرموستات ديجيتال. هي عبارة عن كارتة مصغرة محطوطة في الكابينة مكان كأنها الثرموستات. الكارتة دي هي المسؤولة عن كل حاجة في التلاجة، هي التوصيلات كلها. كارتة صغيرة كلها كام سلكة اللي خارجين منها بس، بتقوم بنفس الوظيفة. ادي الكارتة في مجموعة من الأطراف وفي مجموعة من السوكتات. هنعرف دلوقتي كل حاجة بتاعتي. السوكت ده خاص بالتوصيلات الكهربية. هو ده سوكت في ناحية تانية؟ هو السوكت اللي تركب على الترامل دي؟ اه. ده سوكت اهو خاص بتجميع التوصيلات الكهربية. والناحية التانية سوكت او سوكتين خصصين متخصصين في الحساسات. هنشوف الحساسات دي بتاعت ايه. ادي مكان تركيب الحساسات. نخش على التوصيلة الكهربية بتاعتهم. دي التوصيلة اللي الشركة حطاها. عشان تعرف اي توصيلة لازم الاول تفك الرموز بتاعتها. انا بقول لك سي ال ال اتش ان اف، فهنا بقول لك ان السي كومبريسور يعني انت هتضغط، الاف فان، ال اتش سي اللي هو هيتر كويل اللي هو السخان بتاع المبخر، ال اتش يو هيتر اندر، الاس سويتش اللي هو مفتاح، تي اتش ار اللي هو سيرمو ديسك. دي التوصيله. انا رسمتها بطريقه مبسطه اكتر، وبعد كده نرجع لتوصيله الشركه عشان توصيله الشركه تحس شويه ان فيها لخبطه. ادي الرموز اللي موجوده على الثرموستات سي ال ال اتش ان اف. اتفقنا ان اول حاجه بنعملها اللي هي ايه؟ افك الرموز. فكينا الرموز كتوصيل، اول حاجه بوصلها ايه؟ ليل وليل. طرفين الكهرباء المصدر، فادي طرفين الكهرباء رايحين على مين؟ وحلو. على ال وعلى ال. انا كده غزيت الكارت ال 220. تمام. ما هي كارت؟ ايوه. غزات ال 220 عن طريق طرف ال ال ده هيخش جوه الكارته، ياخد تحكم، يتحكم فيه الكارته، يتحكم فيه ويخرج لي على الاجزاء. فانت عندك هنا ادي ال ال وال ال، السي توديه على الكمبريسور، الطرف الثاني على الارضي، الاتش اللي هو الهيتر راح رايح على الثرموديسك ال 40، من الثرموديسك ال 40 على السخان، من السخان على الأرض. على الارض. المروحه ادي الاف، ومن الاف على الارض. يبقى زي ما احنا قلنا بكل بساطه نفس ان انت عندك التوصيله غزات الكهرباء وكارت 220، طرف ال ال ده هيخش يغذي لي كل حاجه، يتحكم في كل حاجه. هتلاقي طرف يخرج وقت ما يكون هو عايز يشغل، يروح مشغل، يخرج على الكباس ومن الكباس على الارضي، يخرج على المروحه ومن المروحه على الارضي، يخرج على السخان ومن السخان على الارضي، طبعا مع توصيله. يعني يعتبر الكارته بتخرج لي كهرباء. بتخرج طرف كهرباء على ما تتحكم فيه. يعني الكارته بتتحكم في طرف كهرباء واحد وانت لكل حاجه، والحمل الثاني او اي حاجه هتشتغل ثاني ترجع طرف ارضي. السوكتات بقى اللي موجوده، المفروض في ثلاث اماكن سوكتات. مفيش سوكت يركب مكان الثاني. سوكت ده هنا روزيتة الثرمستور اللي هو الخاص بالبلب. مش احنا لما جينا حتى في الكارتة بتاعت الكريازي كان قلنا في حساس؟ يبقى الطرف ده خاص بقياس التبريد اللي هو كانه الحساس. السوكت اللي في النص روزيتة ثرموديسك السخان، يعني في حساس اللي هو كانه الثرموديسك ال 15
السوكت الثالث اللي في شاشه التحكم ده هو مهيئ لك انها ممكن تنزل الثلاجه دي هي بنفس الحاجه بس يكون فيها شاشه تحكم. طب السوكتين بتوع الموديل اللي نزل في كريازي ما شفتش فيه شاشه تحكم، فهتلاقي هما السوكتين دول بس اللي شغالين قد بعض في السوكت. لا ده انت لو بصيت هتلاقي ده سوكتين بتاع السخان هتلاقي ليه بنزين سوكتين بس مكان تركيبه، وبتاع السيرمو ديسك اللي هو السيرمستور قياس البلط هتلاقي ثلاثه. طب وفوق بتحطوا في اي الاثنين عادي لو بدلوا هما جنب بعض؟ تمام. ولما تطلع عشان تشتغل في اي حاجه عندي. تمام تمام كده الدايره فيها مشكله. طب نرجع لدايره الشركه. جت لها متوصله كده في الثلاجه. هي متوصله كده في الثلاجه بس بيلفوا شويه بس جاكات بقى. هو جاك واحد. يعني بقطع الجاك واخد طرف من كل جاك. عايز تعدلها يعني؟ اه. لو انت الثلاجه دي عايز تعدلها بسيطه، قلنا اول حاجه ال 220 ادي ال والان، اخد طرف ال ادخله على التايمر على الترموستات، ادخله على الثرموستات من الثرموستات على 3 في التايمر. اخد الكباس، اخد السلكه دي احطها في 4 تمام، والطرف الثاني على 1 على الارضي. طرفين الفان ادمج طرف الفان ده مع 4 والطرف الثاني على الارضي. السخان اخد طرف اللي هو الاتش احطه على رقم 2، والطرف الثاني قبل ما يرجعه على الارض احط السيرموديسك ال 15 اللي هو مكانه الحساس. اللي هو مكان الحساس. خلصت التعديل. صعبه؟ بس لو رجعنا بقى للدايره نفسها بتاعت الشركه حتى اهو ده على فكره عشان في موديلين نزل، في موديل نزل بمروحه وفي موديل نزل بمروحتين، انا راسمها بمروحه لكن الدايره هنا بتاعت الشركه بمروحتين. ماشي؟ فتعال بص فين طرفين ال 220؟ قال لي هم طرفين ال ال والان اهو. طرف راح على ال وطرف على الان. على الان. فيها مشكله؟ طيب الكباس ادي من السي راح على مين؟ على الكباس. والطرف الثاني أرض. على الان. اللمبه والمفتاح ادي واخد من طرف الكهرباء لمب على السويتش ومن السويتش على الارض. على الارض. المروحه طرف واخد من الاف على المروحه ومن المروحه على الارض. السخانات طرف واخد من الاتش على السخان ومن السخان على السرموديسك على الارضي. فيها مشكله؟ ها؟ تمام؟ ادي الكارته الثانيه اللي برضه فنيين كتير لغايه دلوقتي بيفضلوا يسالوا ويقولوا ده توصيلتها ازاي او تعديلتها ازاي. طبعا انتوا بالنسبه لكم شايفينها انها دلوقتي بسيطه لان انتوا عملتوا المانيوال بكل الدوائر بتاعته بكل الانظمه بتاعته. فلما انت عملت المانيوال بالتوصيلات بتاعتها بالحاجه بتاعتها بقى بالنسبه لك دلوقتي دي كانها توصيله لمبه ومفتاح. هي الكارته الصغيره دي مكتوب جوه الرموز؟ اه الرموز عليها اهي، مكتوب عليها من فوق اهي سي ال ال و ان و اتش. بص عليها. يا ال وال دي يعني دول طرفين واحد. ما هو ال وال هنا اهو، بص هو استخدم واحد لكن هما طرفين واحد. بس هما بيبقوا موصل واحد وسايب واحد. بس هيبقى في مكان فاضي بس هو هما الاثنين حاجه واحده. تمام؟ والاف دي اللي هي ال فاهم؟ فاهم. هو بص عليها من هنا اهو. تمام. هجيب لك الدايره تاني. اهي. ما انت عندك الرموز اهي. تمام. تخش على حاجة تاني؟ ماشي. طيب. اقفل. اقفل خالص.